ملي كنت نعس في السبيطار شريت للسبيطار كامل الحوايج ولي راسي راه كنت تاريه كل لقيت نبقى نشري الحوايج جداد نلبسهم ونلوحهم الله يتحيها ليا بال حنور الصور الغزاله ديالي كي دايره لاباس عليكم من الصباح وانا تنشقى المهم جمعت الدار مزيان خاصني دابا هنجفف وغنسالي الجفاف ونطلع لواحد الحوايج نصلحهم عرفتوا على ذكر السبيطار عرفتوا البنات انا ملي كنت نعسى في السبيطار بلا شي نسد اللحق عشان تيقطعوا في الربيع ما غتسمعوا حتى حاجه عرفتوا نهار كنت في السبيطار شريت للسبيطار كامل الحوايج كارت كريديت كامله عرفتوا بقيت تنشري لعباد الله الحوايج وتيقول لي راسي راه كنتي تاريه وراه كنتي ما عرفتش يقول لي راسي وتنشري لعباد الله في الحوايج كاع دوك لي مرات شريت لهم الحوايج عرفتوا واحد الحاله ما نقولش لكم خسرت زباله تاع الفلوس مع زالاندو ولاو الفرمليات تيجيو الكراتن وتيعيطوا على ليفيو تيقولوا لي راه تيجيو الكراتن بزاف واش نرجعوهم عرفتوا ما نقولش لكم واحد الحاله ما نقولش لكم انا فيا اصلا حاله ديال الشري شري فيا هوس ديال شري شري دابا لا دابا عادي يعني شريت حويجات عادي الحويجات اللي الدراري يلبسوهم وصافي داكشي عادي ماشي زعما ياك عادي هادي الشعيبيه كحالتها عندي الحوايج بزاف اللي خاصني نصلحهم ونطويهم ونرجعهم لبلاصتهم عرفتوا هذه هي الحاجه اللي ما تنحملش في الشقه هما الحوايج ما تنحملش كون صدق انا راه كون راه تنقول المنار تبقى تضحك عليا كل لقيت نبقى نشري الحوايج جداد نلبسهم ونلوحهم ونلبس حوايج اخرين يعني بلا ما نصب نشري الحاجه جديده ما نصبنهاش يعني انا ماشي من داك التيب اللي تيشري الحاجه جديده تصبن عاد تلبسها انا تلبسها كواك حتى نحيد التيكيته وتلبسها اختي انا هكا دايره ماشي داك النوع ديال نحيدو منها الريحه ديال المصنع انا اختي تلبسها بالريحه ديال المصنع ديالها الا بحرجه واحد الكرتونات اورديني شي حوايج الدراري اورديني شي حوايج الدراري شو اديتيني تتقفقف يا ربي السلامه يا ربي السلامه اورديني شي حوايج الدراري على حسب الدخول المدرسي المهم انا غنحل ونوريكم الجديد اللذيذ المهم الكرتونه عامره ناري تشوف الشعيبيات ستوري والله تتحيها ليا بالله العظيم تتحيها ليا تقولي السرويط غياكل امك من العينين وباقا زايده فيه المهم شريت هنايا لرايان هاد السروال تقول يا رايان خاصينه الحوايج الله ينعل الدوك المهم انا شريت هاد القبيه هاد القبيه ليا انا غير باش نقلبسها في الصباح شريت اختي هاد الكاسكيطه المهم الكاسكيطه اختي ديال هوغو داك اللي موخيتو المهم هنايا شريت هادشي كله ديال رايان انا غنحلو نوريكم المهم شريت الرايان هاد التريكو هذا بايدين طوال صدعني عليه لحقاش تيشوف هاد الاورسو هذا الدب قال لك والو بغا هاد التريكو المهم هذا حتى هو اللي تيختار صراحه هذا حتى هو بحال هكا داير شريت ليه هاد القبيه حتى هو شريت لجوليا هاد الجويكيطه هادي بحال هكا دايره ديال ما تدخلش الشتا وهذا ديال رايان وهذا ديال جوليا شريت هاد جوكينغ هوزي هذا ليا انا واحد فيه الذهبي وواحد فيه الكحل والبيض المهم سراول ديال سوغفيت ورايان شريت ليه هاد الجاكيت هادي على كديره وشريت ليه هاد القبيه حتى هي الجوطيه الريكلام زيدوا 10 درهم 10 دراهم البياسه زيدوا مرحبا انتم على لا شرينا ليه الكوستيم قال لك والو بغى يمشي للدخول المدرسي شريت ليه وحده كحله راه جات ول البارح وشريت ليه وحده زرقاء بالسروال ديالها هانتوما لا شوفوا بالسروالها شريت ليه قال لك باغي كومبلي شريت لجوليا هاد جوج قبيات بحال هكا تلبسهم من الفوق شريت ليه ثاني هاد التريكو المهم شريت ليه هاد التريكو وجوليا شريت ليها هذا شريت ليه سبرديلة قال لك والو بغات جوردان بغات سبرديلة جوردان قلنا ليها سيدي نشريو لك سبرديلة جوردان عيوة المهم شريت ليها السبرديلة بحال هكا دايرة يديرها المدرسة راكم عارفين وشريت ليه سبرديلة وحدة أخرى كلاسيكية هادي كانت عندي بحالها كانت عندي وعطيتها في السبيطار عطيتها في السبيطار المهم شريت ليه بحال هادي هادي غنقلبسها انا وياه المهم شفت المراه ما رجعت من الروم
يا ما ثلاث عيطات ما ثلاث جات ما عرفتش اختي انا خاصني انا نعيط على ساره دابا انا هي اللي خاصني نقول لها اجي اختي تشقيت نتسناها هي تجي باش نعرفوا التصطيح بحال الخير الغزالات ديالي كي دايرين كي دايرين مع الصحه نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله تكون اموركم هانيه وتكونوا بصحه جيده جيده هذا هو الاهم اهم حاجه يا ربي تكونوا بصحه جيده المهم انا مع نعاود لكم نهاري كله داز نصو في الزنقه مشيت تقديت مع الصباح عديت بنتي ومشيت تقديت من بعد الساعه عند الطبيب كان خاصني نجيب واحد الريسيبت ايوا من بعد دزت المول شريت الرايان مشيت خربق خاصو المدرسه وصافي وشقيت وجمعت وصبنت وصافي شي سند داكشي تديرو تنديرو انا اختي يعني ما تقولوش حياه الانستغرام وزراء مختلفه على حياتنا تكذب عليك الكذابه اختي تقول لك الحياه مختلفة بحال بحال اختي بحال بحال طبعا كاينين دوك اللي تيديروا والو كاينين ديك الحياه ماشي ديالي انا وياكم اختي تماره المهم تماره عند الله ولكن الحمد لله على كل حال كاينين اختي كاينين اللي تتنوض كتشرب القهوه في لاطيغاس وتدير ستوري شوفوني رانا تنشرب قهوه في لاطيغاس وبشويه غير انا ما كاينش القهوه تنشربها واقفه قسما بالله الا القهوه واقفه ليش ما عليش بارك عندنا من الشكاوي المهم الغزالات ديالي اش تعاودوا ليا اش تقولوا ليا البارح بزاف ديال البنات عجبني الحال وقال هذاك تحلت ليا قد 100 شقفه اكرام جيتي زوينه بلا فلتر جيتي زوينه بلا فلتر ما تبقايش ديري الفلتر وعجبني الحال وحسيت براسي انا زوينه بلا فلتر ايوا منين جاني الزين منين جاني الزين واهم حاجه درتها اهم حاجه اللي كانت محيراني هي الصبابط كانوا عندي الصبابط وولد الصباط والصباط مابقاوش يجيو قد ولدي والصبابط محرودين ديال جوليا درت بهم فواحد الميكا كحله سديت ليها فما من البلاستيك من الفوق وديتهم لحتهم تهنيت من وعطو كانوا شادين ليا قنته في الكانتينه قلت كتقول يا اكرام صدقيهم عطيهم راه ما كاينش لما تعطيهم ما كاينش لما تصدقيهم حتى ماما مني جات شاف داكشي وتتاسف عليه تقول لي شحال ديال الوليدات في المغرب شي محتاجينه ولكن هي ما قدرتش تدي معاها حتى حاجه كاينش كديري اصلا راه تيتصدقوا راه تيتعطاو ماشي زعما تيلوحوهم ولا شي حاجه ولكن شي واحد تتعرفي ما تقدري شي واحد تتعرفي يقول لك مش كيتشعلك ما فهمتي واش انا عارفاكم غتقولي زعما عطيهم في سبيل الله لشي واحد ولكن راه ما كاينش اختي لمن ايوا هذا ما كان نتسرح واحد شويه وانا معاكم في السطوريه اختي الغزالات ديالي لقيتوني واحله كنفكر لحقاش سباكيتات الكرتونه ديال الكوادرو اللي قلت لكم واحد الكادر شريته وهذيك البلاصه فين كنت باغا نديرو ما غايجيش فيها والله الا دايخه ما عارفاش فين غنلصقو المهم هذا هو الكوادرو وراه كبير هذا هو المشكل هذا غايجي في بيت النعاس واعر ولكن انا في بيت النعاس عندي الكوادرو واش بيت النعاس المهم البلاصه اللي كنت باغا نديرو فيها هي هذه ولكن للاسف ما غاديش يجي هذه هي البلاصه اللي كنت غنديرو فيها ما غاديش يجي هنا يعني بقات لي بلاصه وحده خاصني غير نعبر المهم هذه البلاصه هي ما غايجيش فيها وما يجي زوين ما غايجيش فيها بقات لي بلاصه وحده هي هذه البنات بقات لي هذه البلاصه هذه هذه الطلعه هذه ديال الدروج هذه هنا خاصني نعبر هنا يقدر يجي زوين وعرفتو ثقيل خاصو الشنيور رقم 8 تنعرف الارقام اختي لحقاش كنت نتقو براسي وتنلصق كلشي لراسي خاصو الشنيور يعني خاصو الرقم كبير باش يزقى في الحيط لحقاش ثقيل فعلا ثقيل وفيه دجاجه ثقيله المهم زوين اختي لمسه هاد الالوان تيعجبوني الكحال والحمار المهم خاصنا نشوفو لي دابا البلاصه شوفي لي البلاصه يا اكرام فين غنلصق المشكل الواحد ما تيشريش الحاجه بحال هكا الواحد تيشوف البلاصه وتيعبرها عاده يمشي يشري كوادرو وتيشري بالعبار ديال البلاصه فين باغي يلصقو هذا هو الانسان اللوجيك ولكن الانسان اللوجيك بحالي تيشوف الحاجه زوينه تعجبو تيشريها ملي تيجيبها للدار تيقول ماشي مشكل غنلقى ليها البلاصه هذه هي المشكله ديالي صافي القرار بزاف ديال البنات قالوا لي ديريه في الدروج صافي القرار غنديرو في الدروج غنديرو في هذه البلاصه هذه كيف ما كتشوفوا خاصها تصبغ لحقاش مطبعه باليدين ديال الدراري المهم هذا اللون الاخضر ما عرفتش مالكم معاه لحقاش ما وحده ما جوج ما ثلاثه ما اربعه
تيقولوا لي يا اكرام حيدي داك اللون الخضر من الدروج راه جا خايب. صراحه انا تيعجبني هذا اللون ودرتو لحقاش كان عاجبني كان عاجبني، ولكن طلع لي في راسي حتى انا صراحه طلع لي في راسي نتوما من التيشيرت الخضر تعرفوني الزير الخضر لحقاش انا بالجعديه فهمتوا داكشي شريف يا اختي الزير اللون الاخضر. المهم غادي نشوف كيفاش ندير نلصق الكوادرو لحقاش ثقيل غنشوف مع الشابيله اللي بغا بوحدي ما غاديش نقدر غادي ندير شي غنتقوا شي تقبه ماشي حتى لهيه ولا خاص راجل هو اللي يعلقو وغادي نشوف معاه لحقاش هو صعيب يعلق لك شي حاجه. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.